السلام عليكم. الفيديو ده ممكن يكون من اهم الفيديوهات اللي انت محتاج تشوفها، لان الفيديو ده هيعرفك ازاي ان انت ممكن تحلل اي شخص مهما كانت معلوماتك عن تحليل الشخصية ضعيفة. في ناس كتيرة جدا بتكون عندها معلومات كتير جدا عن تحليل الشخصية، سواء علم الفراسة او لغة الجسد او MBTI او ايا كان طريقة تحليل الشخصية، ولكن للأسف بيبقى مضطر انه يحلل الشخصية كلها علشان يعرف يتعامل معاها. في الفيديو ده هقولك ازاي ان انت تقدر تحلل شخصية اللي قدامك بطريقة بسيطة وسريعة علشان تقدر ان انت تعرف تتعامل مع الشخص ده بسرعة. انا هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة، وهو انك تقدر تحلل شخصية البني ادم من ملامح الوجه. فلو مهتم تتابع الفيديو ده لغاية النهاية استأذنك ما تنساش لايكاتك المتينة، ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. مش المهم يا صديق العزيز او يا صديقتي العزيزة ان يكون عندك معلومات كتير عن اي علم، وخصوصا في علوم تحليل الشخصية، علشان تعرف ان انت تتعامل مع الشخص. لكن المهم والادق ان انت ازاي هتستخدم المعلومات اللي عندك سواء قليلة او كتيرة وتوظفها بالشكل الصحيح. مهم جدا لما تيجي تتعامل مع شخص تكون عارف او فاهم ايه الجزء اللي انت محتاج تحلله في شخصية البني ادم اللي انت بتتعامل معاه. لو هنفترض ان في شخص انا هتعامل معاه وهسلمه امانة، المفروض ان الشخص ده هيوصلها لواحد تاني. في الحالة دي انت مش محتاج تحلل الشخص ده كله، لكن انت اللي محتاج تحلله الامانة في الشخص ده عاملة ازاي، الاخلاص في الشخص ده عامل ازاي. لكن مش هيفرق معاك الشخص ده عنده مشاكل عاطفية، اهله ربوه كويس ولا ربوه وحش، كانوا حاسمين ومعاه يعني ولا لا، الرجل ده بيصلي ولا ما بيصليش، الرجل ده حساس ولا خشن، عملي ولا عاطفي. كل الكلام ده ما يفرقش معاك في حاجة، انت اللي يهمك الاخلاص والامانة فقط. طيب حاجات زي كده بنعرفها منين؟ الاخلاص وهو ان الحاجب من الطرف بيكون مدبب، النوع ده من الناس بيكون مخلص فعليا، بس مش معنى كده انه مخلص في المطلق، لكن لكن في موقف مثلا زي ده هيصنف مخلص مفيش مشكلة. طب يعني هو الشخص اللي ما عندوش علامة الاخلاص في الحواجب، الشخص ده كده لو انا اديته امانة يوصلها لحد هيخني مثلا في حاجة زي كده؟ لا طبعا مش شرط، بس الفكرة ان انت بتحاول انك تطمن نفسك. النقطة التانية، هل العادات والتقاليد موجودة عنده ولا لا، اللي هو الجزء اللي بيكون غائر هنا ده. النقطة التالتة، هل عنده عظمة معين ولا لا، فهو شخص حقاني ولا لا، الفم بتاعه عريض ولا صغير. مش محتاج تشوف غير الحاجات دي بس، الفم كبير ولا صغير بيدل على ايه؟ الفم الصغير بيدل ان الشخص ده بيتكلم من عقله، الفم الكبير بيدل ان الشخص ده بيتكلم من قلبه. اذا كان الفم كبير زيادة عن اللزوم، الشخص ده ممكن يضيع الحاجة بتاعتك من غير ما يقصد، يعني ممكن يكون امين عادي بس هيضيعها لانه بيتعامل بعفوية في كل حاجة. فبالتالي الشخص ده ما ينفعش ان انت تديله حاجة كبيرة، الا لو كان الشخص ده شغال في شركة ولا حاجة زي كده، دي قصة تانية. طب بيحصل معايا موقف بيتكرر كتير، انا هقول لكم على الموقف ده وعايزكم انتوا اللي تجاوبوا. كتير جدا في ناس بتبعت لي مثلا على الواتس وانا فجأة يعني، ويلاقيني مثلا ان انا بتأخر في الرد، فانا كل يوم بقعد اشوف الرسائل اللي بتيجي وبحاول ان انا ارد على قد ما اقدر من الرسائل الجديدة، واخد رسالة من تحت من الرسائل القديمة وهكذا. فكتير جدا الاقي حد مثلا كاتب لي انت ما بتردش عليا ليه، هو انا مش قد المقام. فممكن مثلا الاقي رسالة، طيب لو سمحت بدل ما بتردش ما تكتبش نمرتك تاني على الفيديوهات ولا تحطها في صندوق الوصف. يعني كدفاعا عن النفس بس سريعا، انا اليوم بتاعي عامل ازاي؟ كورس اونلاين بيكون من ساعتين لاربع ساعات، تحليل شخصية بياخد من ساعة لساعتين وشوية، تصوير فيديو بالمونتاج اللي انتوا شايفينه ده ست ساعات حرفيا، ده غير ان انا عندي شغل اصلا بروح الصبح وبرجع البيت الساعة 5 العصر،
لو رجعت بدري بتبقى الساعة 4، ده غير ان انا عندي زوجة وعندي عيال، وبما اني فاهم شخصيتي بيجي عليا وقت انا عارف ان انا ما ينفعش اشتغل في الوقت ده، لازم اعمل اي حاجة تاني. ده غير كمان ان انا محتاج اطور نفسي في الفراسة، كل شوية لازم اقرأ كتاب جديد، اتعلم معلومة جديدة. ده غير كمان الناس اللي موجودين في الانتساب، الناس دي انا لازم ارد عليها، دي رسائل غير الرسائل اللي على الواتساب العادي خالص. ده غير بقى لو انا عايز اخرج مع اصدقائي عشان ما اتحولش لشخص انطوائي، ودي مش معناها ان انا بتنمر على اشخاص الانطوائية، بالعكس دول من اذكى الناس اساسا، بس هي الفكرة ان انا كل ما هتعامل مع الناس اكتر هتعلم حاجات عن الفراسة اكتر، علشان كده ده باقي هدف عندي ان انا محتاج اخرج كتير ومحتاج اتعامل مع ناس كتير. شايفين اليوم عامل ازاي؟ شايفين اليوم مقفول ازاي حرفيا؟ فانا لو رديت على 6-7 رسائل كل يوم يعني يبقى كتر الف خيري. والفكرة ان في ناس كتيرة لما برد عليها مثلا عايز تحليل شخصية سريع، فاروح اعمل له تحليل سريع، يقول لي شكرا وتمام القصة خلصت على كده، اروح داخل على الرسالة اللي بعديها. لكن في ناس هو بيكون عشمان يعني، تقول له حاجة يسألك عليها ومش عارف ايه وبتاع، فممكن المحادثة اللي هي المجانية دي ممكن تاخد ساعة، ساعات بتاخد ساعة ونص. او والله فعلا بيحصل الكلام ده، انا حرفيا في واحد قعدت معاه اكتر من ساعتين مجاني، وهو كان عنده مشكلة معينة وكنت بحلها له، وعمالين نتكلم مع بعض وقعدت اتكلم معاه. خلي بالكم ده سؤال هسأله لان انا هعمل كورس ان شاء الله قريب، وفي ناس كتيرة كانت قالت لي نفسنا ندخل كورسات بس احنا معناش ماديات يعني، فالكورس اللي جاي ده ان شاء الله هيكون فري، هيتعمل على البرنامج زوم، وان شاء الله هحطه في الانتساب، مش كورس زي الكورسات الكبيرة بس كورس حلو هيعجبكم. وبعد ما قعدت اتكلم معاه ساعتين كاملة فهو مش راضي يقفل، وعمال يسأل في حاجات كتير، وصاحبي مش عارف مين وصديقي واخويا وعمال. فجيت انا في الاخر قلت له طب معلش يا صديقي العزيز انا هستأذنك لان انا مشغول جدا جدا جدا، فمعلش انا اعتذر، سلام عليكم، ومشيت خلاص. بعدها بفترة تقريبا تاني يوم مثلا فلقيت رسالة انت قليل الذوق. ايه ده؟ دخلت لقيته الشخص اللي قعد معايا ساعتين ده. فانتوا شايفين انا بعاني ازاي؟ سؤال النهاردة بقى، الشخص ده ايه الملمح اللي ممكن يكون موجود في وجهه يدل على الطريقة دي في التعامل؟ وعلى فكرة هو ساعة لما قال لي قليل الذوق برضو علشان يبقى التحليل بتاعك دقيق، لما قال لي على تحليل قلة الذوق دي فانا سألته قلت له انت بتغلط فيا ليه؟ انا قعدت معاك ساعتين كاملة يعني. قال لي لا انت فجأة قفلت، المفروض ان انت تستأذني فانا اقول لك خلاص ماشي اقفل فيقفل. شايفين ايه بقى الملمح اللي ممكن يكون موجود في الوجه عند الشخص ده؟ انا طبعا شفت صورته فانا فاكر شكله، اللي ممكن يكون موجود عند الشخص ده يخليه يتصرف التصرف ده. بس الفكرة الملمح اللي انت هتقوله قوله، لان التصرف ده كذا، لان هو ممكن يكون في ملامح كتيرة الصراحة يعني، فانا مش هخليك ان انت تقول الملمح اللي هو اللي في دماغي علشان تكسب، لا. طيب بس في ناس تانية ممكن تلاقيه ده تدخل على رسالة فتلاقيه مثلا بيقولك انت ما بتردش على الواتس، ولا ليه بتقول كده، ولا اي حاجة من هذا القبيل، هو ايه تلاقيه كده بيستفزك كده في رسالة ولا بتاع. فلما باجي بدخل على الرسالة دي، ركز معايا عشان ده سؤال تاني، لما باجي بدخل على الرسالة دي ببتدي ان انا اشرح له والله يا فلان انا عندي تحليل شخصية وعندي مش عارف مين وعندي 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 وعندي، وانت لما رنيت عليا مثلا انا كنت بشتغل ولا كنت بمنتج فيديو ولا كنت في كورس ولا محاضرة ولا اي حاجة من الحاجات دي. لو هنفترض ان الشخص ده رد عليا وقال لي لا لا انا فاهم انا بس كنت بنكشك ولا كنت بنغشك علشان بس ترد عليا، ايه الملمح اللي ممكن يكون موجود في الوجه بيدل على ده وليه؟ بمعنى هو ممكن يكون بيقول لي كده علشان اتكسف من رد فعلي ان انا كنت شغال، فانت على اي اساس بتتهمني؟ وممكن يكون بيثبتني، يعني هو فعلا متضايق وراح مديك كلمتين لما لقي ردك منطقي فقال لك ايوه صح ده انا كده ظلمته، خلاص اثبته بكلمتين فراح قال ان انا بنكشك وايه، وقال يعني بيهزر.
ايه الملمح بقى اللي ممكن يكون موجود في الوجه بيدل على التثبيت؟ ازاي ان انا اثبت الناس، يعني اكلمه فاقنعه بسهولة، هي دي معنى كلمة تثبيت. وهنا انت لازم تاخد لبالك الموقف اللي انا بكلمك فيه ده، انت مش محتاج تعرف اطار الوجه عامل ازاي، انت مش محتاج تعرف شكل الجبهة اصلا ازاي، مش محتاج تعرف شكل المشاعر اصلا ازاي، انت محتاج تعرف الجزء ده بس، لان اللي انا بتكلم فيه حصل على الواتس ده هو كتابة، هو شات. ايوة حصل بناء على مشاعر وبناء على تفكير، لكن الفعل نفسه اللي هو الجزء الحركي. فهي دي النقطة، انا لما اجي هحلل حد علشان هتعامل معاه، انا هعرف دلوقتي انا هتعامل مع ايه، هتعامل مع تفكير، هتعامل مع مشاعر، هتعامل مع حركة. فبالتالي هو ده الجزء بس اللي انا هحلله. كل فيديو ان شاء الله هتلاقوا فيه اسئلة بالمنظر ده. وعلى فكرة القناة التانية انا عامل فيها برضو فيديوهات فيها برضو اسئلة، براحتك انت طبعا عايز تدخل عليها عايز تدخل هنا، بس علشان تبقى عارف هتلاقيني في كل فيديو بعمل اسئلة كتيرة جدا. انا هختار ناس عشوائية بناء على الاجابة الصحيحة او الاجابة الشافية، فحاول ان انت دايما ركز في الاسئلة اللي هتلاقيها في كل فيديو علشان ان شاء الله نكون مع بعض في كورس جديد. وفي اخر الفيديو نقول سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.